دورة تكوينية قمنا بها بالشراكة مع جو كوميونيتي مع مدام هيفا بن فرج. هي الحقيقة من ضمن البرامج التكوينية اللي يقوم بها مركز أعمال القيروان لفئة الباعثين والباعثين المنتصبين وأصحاب أفكار المشاريع. الفورماسيون هذه هي كما نعرفوا معناها دامت مدة 6 أيام ورا بعضهم. المحتوى نتاعها كان الحقيقة مختلف ومتنوع من حيث معناها موديول. خدمنا على الجانب التسويقي، خدمنا على حسن التصرف في المؤسسة، كيفاش الباعث يحسن التصرف، معناها يعمل الكالكول نتاع ليكو نتاعو، يعمل بلانيفيكاسيون نتاع المؤسسة نتاعو، يعمل جيستيون نتاع الستوك نتاعو. معناها الحقيقة كانت المواضيع هامة وجد هامة، خاصة للباعثين الشبان اللي هما معناها يستفادوا منهم في من أجل معناها ديمومة المؤسسة، من أجل باش المؤسسة نتاعو معناها تكون في طريق صحيح. مبادرة يعني قاعدين نقوموا بها مع مختلف الشركاء، سواء كان في القيروان، في المهدية، لشيل ناسيونال انترناسيونال. عندنا ديجا منظمات معانا من مستوى عالمي وكل، وكيف كيف شركاء معانا للميديا بما فيهم الحياة اف ام اللي نشكروها على التغطية، ويعطيكم الصحة على لي زيفور اللي تقوموا بهم. الجيرم دونك هما 6 سيسيون قمنا بهم احنا مع اصحاب مشاريع من القيروان واللي جاوا من مختلف المعتمديات وعندهم مختلف الاختصاصات، واللي حبينا نعاونوهم ونعطيوهم لي زوتي نيسيسير باش يكملوا في مشاريعهم بطريقه منظمة، ونفيقوهم على ربما بعض الهفوات اللي تصير سواء في مستوى التسويق أو التصرف، وإلا حتى معناتها في العلاقة مع البيرسونيل متاعهم وكل، كيفاش يعني ياخذوا يعني لي زوتي نيسيسير باش يحسنوا التصرف في المؤسسة ويحسنوا التصرف مع الانفيرونمون متاع المؤسسة. الفورماسيون هذيا سيرتيفيانت وراهو هذيا غراس ادوا، وللفورماسيون اللي تلقيتها انا وزميلي مهدي الوسليتي واللي هو يمثل مركز الاعمال اللي هو شريكنا في 6 ايام هذوما مع جو ماركت، تلقينا فورماسيون على جيرم مع بعضنا احنا وبرشا ناس فاعلين في مختلف الجهات، وحاولنا ننقلوا المعارف هذه للي زونتربرونور في اطار جو ماركت انتربرونوريال دايز. بدينا بقروين، وانا باش نكمل مع شركاء اخرين في جهات اخرى، وربما تشوفونا في سبتمبر في رقيب في قفصة مع بعض الشركاء الاخرين. نوتر اكتيفيتي دي سوسيتي هي الفاليريزاسيون تو برودوي تيروار نوتامون طومات سوشي. اليوم احنا شاركنا في الفورماسيون جيرم، الحقيقه فرصه متاحه باش تلاقينا مع لي زونتربرونور في القروان، خاصه مع دي فورماتور بيان كاليفي اللي هو مدام هيفا وسي مهدي. الحقيقه الفورماسيون هذه عرفتنا كيفاش نعملوا الكرياسيون بيان جوري نوتر انتربريز، كيفاش نتعاملوا مع الكليون الفورنيسور، كيفاش نعملوا الكوميرسي توسكي كوميرسياليزاسيون. الحقيقه فورماسيون مزيانه برشا، وعملتنا معنا كولابوراسيون افيك لوتر انتربرونور في القروان. الحقيقه الفورماسيون خلاتنا كيفاش نعيشوا معناها الكرياسيون وكيفاش نعملوا جيري ميو نوتر سوسيتي. لو بروجي جي معناتها بعد برشا حاجات هكا، بعد ان اسبري في مخي، عندي اسبري انه راهو في الدنيا هذه لازمنا نعيشوا ونعيشوا معنا لي زوتر. قلت علاش لا، كنت في فرنسا قلت نمشي نروح لبلادي، هي راهي اولى بيا. الناس تنتسوت لوز كيفاش تخرج، واني نلوج من فرنسا كيفاش نرجع لبلادي. رجعت للقروان وسبيسيالمون العين جلولة، عين جلولة اللي الكوليليس هي لو نون لاتان نتاعها. رجعت لغاديكا وعملت بروجي، واخترت اني نخدم مع المرأة الريفية ذات الإعاقة، على خاطرها فريمون قاعدة أليكار في المجتمع. والحمد لله يا ربي وفقنا ربي، وتو عملنا ليكزيستونس جوريديك، شركتنا موجودة وان شاء الله على قريب لوفيرتور. واني لهنا اليوم في جيرم على خاطر عملت الكرياسيون جوريديك، دونك نستحق حاجات
ينجم يكونوا غابوا عليا. وتعرفوا في بدايته الإنسان يستحق ديما هكا الكود بوس، يستحق أكثر، يستحق أكثر دي سورس دانفورماسيون. وكل الحقيقة جات في وقتها وفرحانة برشا 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 بالفورماسيون هذه. الفورماسيون جيرم هذه سيتان فورماسيون معناها عجبتني على الأخر. 6 أيام تعديوا شيء كبير مع مدام هيفا سي مهدي، تعلمنا فيهم كيفاش تنجم تحسب، كيفاش توثق، كيفاش تعمل، كيفاش تشوف الاستراتيجية متاع الشركة متاعك، من درام ماشي في الثنية الصحيحة ولا ماشي في الثنية الغالطة، كيفاش تتعامل مع الفرنيسور، كيفاش تتعامل مع الكليون متاعك، كيفاش تقابل الصعوبات، كيفاش تقف مع معناها الصعوبات اللي تقابلك ما تغضش النظر عليها، تحاول تعالجها وتحاول تاخذ منها الطاقة وتاخذ منها القوة وتعودها معناها في صالحك أنت. وكيفاش نجم تواصل شركتك نتاعك، كيفاش نجم توثق كل شيء. ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، سي تان بون فورماسيون. ونشكر أصحابي وزملائي تعرفها اليوم الجد ما شاء الله عليهم كلهم، معناها تحسهم ناشطين، تحسهم يخدموا، تحسهم يحبوا يعملوا. وإن شاء الله نتقابلوا في فورماسيون آخرين، وبارك الله عليكم ومحليكم. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.